تعد فاكهة الموز من أهم الفواكه التي يتجه إليها الكثير من الناس، لأنها تتميز بالشكل الجميل والطعم الرائع الذي لا يقاوم. كما أن الموز يحتوي على الكثير من الفوائد الطبيعية التي يحتاجها جسم الإنسان. يحتوي الموز على حامض أميني يتم تحويله فيما بعد إلى الناقل العصبي السيروتونين، وبذلك يساعد الموز على تهدئة الأعصاب وتعزيز المشاعر الجيدة لدى البشر، بالإضافة إلى محتواه العالي من المواد الغذائية المهمة وكميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، مما يجعل منه وجبة غذائية خفيفة وسهلة الأكل. فوائد أكل الموز قبل النوم: يساعد تناول الموز قبل الذهاب إلى النوم على الحصول على نوم مريح وهادئ، ويعود ذلك إلى عدة خصائص يمتلكها الموز، ومنها: يحتوي الموز على كمية كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، إذ يساعد هذان العنصران على استرخاء العضلات والحصول على الهدوء النفسي وتحسين المزاج والتخلص من التوتر، وبذلك يصبح جسم الإنسان مسترخيا وقادرا على النوم بسهولة ومن دون أي عناء. يساعد تناول الموز قبل النوم على الشعور بالشبع دون الحصول على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون بديلا للوجبات غير الصحية في الفترة المسائية مثل الحلوى أو المملحات، أو حتى تناول الطعام نفسه الذي يعد مضرا في هذا الوقت. يساعد الموز على تعديل مستويات السكر في الدم، حيث يحتوي الموز على كميات كبيرة من الألياف تدعى البكتين والنشا المقاوم، ويقلل كلا من البكتين والنشا المقاوم شهية الشخص عن طريق إبطاء تفريغ المعدة، كما يساعدان على تنظيم مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات. يعزز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لاحتواء الموز على النشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، كما يعد الموز نافعا في علاج حالات الإسهال، وذلك بتعويضه لكميات البوتاسيوم التي تم فقدها. يساهم في تعزيز صحة القلب، إذ يحتوي الموز على الكثير من الألياف وفيتامين سي وفيتامين بي 6، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والعديد من مضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. يساعد على دعم صحة الكلى، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول موزة واحدة يوميا يساعد على التقليل من خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 50%، وذلك لأن الموز يشكل مصدرا جيدا للبوتاسيوم، فهو مفيد بشكل خاص للحفاظ على صحة الكلى وسلامتها. يساعد على تقليل ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يوسع الأوعية الدموية، مؤديا بذلك إلى خفض ضغط الدم. يقلل خطر الإصابة بالربو. وجد أن الأطفال الذين يتناولون موزة واحدة يوميا تنخفض احتمالية إصابتهم بالربو بنسبة 35%. يعد الموز من الفواكه التي تحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي الذي يكافح تشكل الجذور الحرة المتسببة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة المقدار المتناول يوميا من الألياف كتلك الموجودة في الفواكه مثل الموز ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.